الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله. لأننا في هذه اللحظة التاريخية بالذات، وفي هذا المنعطف الحضاري الذي تعيشه الأمة الإسلامية جملة في إطار كوكب الأرض وما يجري فيه من تدافع وتفاعل بشري عمراني، وفي إطار ذلك كله جميعا ما يعيشه المغرب وطننا العزيز من انفتاح على هذا العالم الجديد بكل ثقله الثقافي والحضاري وتناقضاته واختلافاته. فلذلك رسخ في ذهني أننا في حاجة ماسة وشديدة في هذا الوقت وأكثر من أي وقت مضى إلى إعادة درس الوطنية من جديد للجيل الذي نعيشه وللأجيال المقبلة، لأن بذلك يمكن فعلا أن نضمن حاضرنا ومستقبلنا بإذن الله جل وعلا مما ينتاب العالم اليوم من الإشارات التي قدم بها فضيلة الأستاذ أبو رشيد فيما يتعلق بقضية الشخصية والذات وما يلحقها اليوم من زعزعة وزلزلة في إطار ما يسمى بالعولمة الثقافية العامة الشاملة. وحديثنا بحول الله جل وعلا سيتناول هذا المفهوم، المواطنة من منظور ديني إسلامي بالذات، وسأركز بحول الله جل وعلا على الشعار الوطني المشهور المتداول الذي يحفظه الكبير والصغير، شعار الله الوطن الملك، ليتضح بعد بحول الله أن هذا الشعار فعلا إذا أحسن فهمه وتنزيله على الوجدان الشعبي العام سيكون له تأثير كبير في تقوية الآصرة الوطنية والدينية سواء، وتمتين النسيج الاجتماعي حضارة وذاتا، بما يمكن الوطن من الولوج إلى هذا المستقبل الذي يفزع منه الكثير، يمكن الوطن بما هو إنسان من الولوج إلى هذا المستقبل بثقة وقوة وبتحدي أيضا، أي بما يملك من خصوصية وبما يملك من معطى تاريخي حضاري متميز يمكن أن يجعله بضاعة في سوق العالم الثقافية والحضارية، ويكون بذلك قادرا على الأخذ والعطاء وعلى التأثير والتأثر دون أن ينغلق ودون أن يذوب في ذلك الآخر الذي يريد أن يبتلع كل شيء. وأحسب أن عندنا لفظا في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل فيه هذا المعنى الحديث، معنى المواطنة، لأن لفظ المواطنة هو جديد من حيث هو لفظ اصطلاح لفظي، أما من حيث المعنى فأصيل في الكتاب وفي السنة النبوية. وإذا لاحظتم هذا اللفظ هو مصدر لواطن يواطن، وفيه ما يسمى عند علماء النحاة بألف المشاركة، وهذه إشارة مهمة جدا، أي أن المواطنة هي فعل مشترك، يعني كما تقول يعني صاحب ويعني فاعل، فيعني هذه الصيغ دائما تدل على أن المنتج للحدث اثنين فأكثر أو اثنان فأكثر، على أن المنتج للحدث اثنان فأكثر، يعني هنالك اشتراك في إنتاج الفعل، وأن الفعل لا يرجع إلى فاعل واحد فقط بل يرجع إلى متعدد. فإذا الوطن في نهاية المطاف بمفهوم المواطنة لا يصنعه واحد بل تصنعه الجماعة، وهذا مهم فيما نحن فيه. ربنا الكريم في كتابه سبحانه وتعالى عبر تعبيرا فيه نوع من الاشتراك
يؤصل لهذا المعنى الذي يتحدث عنه الناس اليوم في مفهوم المواطنة، يشمله ويحتويه ويتضمنه ويغنيه، وذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لتعارفوا، فالتعارف فعل أيضا مشترك فيه ألف المشاركة، وهذا التعارف الوارد ها هنا والذي له أيضا معادل أو صيغة تؤيده وتسنده وتؤكده في الحديث النبوي الشريف المتفق عليه من قوله عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فتعارف هذه هي فعل أيضا دال على المشاركة، أي هنالك جمع يتعارف فيما بينه، اثنان فأكثر. وهذا التعارف ليس بالمعنى الاجتماعي العادي للكلمة، يعني حينما يتعارف اثنان يعرف أحدهم الآخر، يعرف اسمه ونسبه، لا، ليس بهذا الشكل، بل هو أعمق من ذلك بكثير، وهو الذي فعلا يرمي إلى هذا الذي يقصده الناس اليوم في المصطلح الحديث المقصود أو الذي صيغ له لفظ المواطنة. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا جعل علة الخلق في هذه الآية هي التعارف: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لي، لا متعلم، أي غاية الخلق وغاية الجعل. والجعل في القرآن الكريم هو فعل إلهي رباني: إني جاعل في الأرض خليفة. الجعل هو توظيف المخلوقات، الخلق حينما يخلق الأشياء من عدم أو مما أراد سبحانه وتعالى، ثم يجعلها أو يجعل لها، أي يوظفها توظيفا لمهمة في الكون. هذا اللفظ أو هذا المعنى هو الذي يقصد به في غالب المساقات مصطلح أو لفظ الجعلي. فالله إذن خلق وجعل، خلقنا من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل، أي أعطانا وظائف للتناسب وللتصاهر وللتناسب، وسنرجع إلى هذا المعنى بالدراسة بحول الله جل وعلا. كل ذلك لتعارفوا، أي ليعرف بعضنا بعضا. لا يعقل أبدا ولا يجوز في سياق القرآن الكريم وفي أسلوبه ومنهجه أن يكون كل هذا الفعل العظيم الضخم من فعل الله جل وعلا وصنعه سبحانه وتعالى من الخلق والجعل هو فقط ليعرف بعضنا بعضا كما يتعرف الناس في الأسواق وفي الأعمال. لا لا، لا يكون هذا أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى كلما ذكر غاية الخلق في القرآن ذكرها بمعنى كوني كبير. من الآيات التي يعرفها كثير من الناس من قوله سبحانه وتعالى مثلا: وما خلقت الجن والإنس إلا لي، لم تعليل هذه ليعبدوا. فغاية الخلق وما خلقت الجن والإنس، غاية الخلق للإنس والجن إنما هي لوظيفة العبادة، والعبادة معروف أنها مفهوم كلي عام شامل ترجع إلى عمران الأرض. وكلما أمر الله جل وعلا الإنسان بالعبادة وما في معناها من تقوى والصلاح علل أو ربط ذلك بالخلق، أي كأنه إنما خلقه لهذا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، فالذي خلقكم هذه فيها معنى التعليل، أي اتقوا ربكم لأنه هو الذي خلقكم. فالأمر بالتقوى والأمر بالعبادة مرجعه أنه خلقنا، فإنما خلقنا لهذا
وكذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا في القرآن كثير مضطرد مستمر، كلما أمر الله جل وعلا الإنسان بالعبادة وبالخضوع له علل ذلك بأنه خلقه، أي أن غاية الخلق وعلة الخلق إنما هي تصب في الخلافة التي أناطها الله جل وعلا بالإنسان والأمانة في الأرض. فلذلك إذن وقد استقر هذا في هذا السياق، لا يكون قوله سبحانه وتعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا يكون التعارف هنا إلا بالمعنى الذي قصد في العبادة وفي التقوى وفي عموم معنى العمران. فإذن التعارف هنا هو أعمق بكثير مما نتصوره. والذي يدل عليه أيضا السياق بعد حينما قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكأن التعارف إنما وظيفته وغايته ونهايته تحصيل التقوى لتعارفوا، فنتيجة التعارف أن تكونوا من المتقين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومعلوم أن المعاني تأخذ من السياق سابقه ولاحقه، يعني المعاني تأخذ من السياق سياق الكلام مما سبق أو مما لاحق، وهذا بين جدا في هذه الآية. ثم هنالك أيضا شيء آخر يسود هذا المعنى الذي نحن فيه، وهو أن المعرفة أو العين والراء والفاء عرفة وما يتعلق بها من المشتقات في كتاب الله جل وعلا تدل على معنى الخير. الخير والخير مفهوم مطلق واسع، يدعون إلى الخير. وسمى الله جل وعلا الخير معروفا أو عرفا أيضا، عرف أو معروف، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وضد الخير الشر، والشر هو الذي سمي بالمنكر. فهنالك ارتباط شديد وثيق بين المعروف وبين قوله لتعارفوا، لتعارفوا أي لتصنعوا فيما بينكم المعروف، وحتى لا يكون هنالك منكر، لأن المعروف كما بينت قبل قليل إنما هو الخير، لأن المعروف في حقيقة أمره ليس تسمية في الأصل، إنما هو صفة، صفة كما المنكر صفة، منكر شيء منكر أي لا يعرفه الناس، هذا منكر شيء نكرة، بينما المعروف شيء يعرفه الناس اسم مفعول. فمعروف صفة للخير والمنكر صفة للشر، ولأنه ينبغي أن يكون الخير معروفا سماه المعروف، ولأنه ينبغي أن يكون الشر لا يعرفه أحد أي لا يمارسه أحد فهو غريب في المجتمع منبوذ المطرود سماه المنكر، لا يعرفه الناس لا يمارسونه. فحينما إذن نتعارف أي أننا نؤسس أعراف الخير فيما بيننا ونشذب أنفسنا وبيئتنا ونسيجنا الاجتماعي من أفعال الشر ومفاهيم الشر، فيتبين الآن فعلا توجيه الآية في السياق الكلي لكتاب الله وفي الغاية الأساسية للخلق. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل فعلا لتؤسسوا أعراف الخير أي لتعمروا الأرض لتعبدوا الله لتتقوا الله وهو المعروف لتعارفوا، لأن الناس حينما يجتمعون في النسيج الاجتماعي ويؤسسون مجتمعا تسري فيما بينهم علاقات. إنا جعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل تسري بينهم علاقات، وهذه العلاقات تنتج ممارسات ومفاهيم، فإذا كانوا مؤمنين مسلمين فستكون تلك المفاهيم وتلك الممارسات خيرا ويترسخ الخير في البيئة،
ويكون ذلك هو المعروف، وتلك هي الغاية التي خلق الله من أجلها الإنسان. ونتنافس في هذا الاتجاه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، نتنافس. وينبغي التنافس لأن الله جل وعلا استعمل لفظ التفضيل، إن أكرمكم، أفعل صيغة تفضيل، وهي تدل على أن المقصود أن نتنافس في هذا الذي سلف، وهو لتعارفه نؤسس المعروف فيما بيننا بشكل مشترك، نستعمل ألف المشاركة، نتعارف ونتنافس في ذلك المعنى الذي هو المعروف من أجل أن نسابق إلى الخيرات، نسابق إلى الخيرات. وذلك هو غاية الخلق الإلهي والتدبير الرباني لخلق الإنسان ولجعله خليفة في الأرض. ومن هنا نفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. فالتعارف في حقيقة الأمر إذا أخذ في هذا السياق الكلي للقرآن الكريم سيكون هو التعارف على الخير. حينما نتعارف على الخير يعني نتعارف على مفاهيم محددة، نلتقي أنا وإياك، أنت من قبيلة وأنا من قبيلة، أنت من بلدة وأنا من بلدة، لا سابقة بيني وبينك في المعرفة بالمعنى الاجتماعي الجزئي، أي لا تعرفني بالاسم ولا أعرفك بالاسم ولا ولا، يعني المعرفة الجزئية. لكن حينما نلتقي ونجد أنفسنا أننا نشترك في الفهم للحياة، نشترك في الفهم للسلوك الاجتماعي، نشترك في الفهم لكل أنماط العيش، يعني أننا نتفق على أصول الحياة، وذلك هو التعارف. اتفقنا في المفاهيم فتنسجم المشاعر والتصورات، ما تعارف منها ائتلف. فإذا يعني وجدتك على تصور آخر للدين والدنيا، لك فهم آخر للحياة يناقض فهمي، لن نتفق، لن نتعارف، سنتناكر وسنختلف، وما تناكر منها اختلف. إذا أنكرت ما عندي من مفاهيم وتصورات وسلوك وأنكرت ما عندك من ذلك كله اختلف. فليس بالضرورة إذن أن تكون يعني قد عرفتني باسمي وعرفت بيئتي، لا، هذاك لن ينفع في حد ذاته، ولكن هو يكون مقدمة لهذا المهم، وهو التعارف الفكري والعقدي وقبل ذلك والنفسي والثقافي وهلم جرا. هذا التعارف الذي يؤسس السلوك الاجتماعي الذي هو العرف أو المعروف أو أعراف الخير، وبه يتكون النسيج الاجتماعي، يتكون النسيج الاجتماعي بمعنى أنه تكون هنالك يعني شريحة من الإنسان تتفق في مفاهيم، في تصورات، في سلوكات، في مشاعر، في أحاسيس توحدها كثير من المعطيات، تكون في نهاية المطاف الوطن، ذلك العرف الذي يجمع الإنسان في مكان ما. وسنتحدث عن طبيعة المكان وتأثيره والعلاقة الجدلية بينه وبين الإنسان. هذا التعارف إذن هو الذي يصنع المواطنة لهذه الألف المشاركة. فأنا وأنت نصنع الوطن، لأن الوطن في نهاية المطاف ليس أرضا وترابا فقط، بل هو قبل ذلك إنسان. الوطن إنسان. فحينما دخل المولى إدريس الأول إلى المغرب وإلى هذه المنطقة المباركة بالذات، صنع شيئا مهما جدا، وهو أنه تزوج بامرأة أمازيغية من قبيلة أوربة، كنزة. وهذا الفعل التاريخي ليس فعلا عاديا أبدا، بل به كان يصنع الوطن. والذي درس السيرة النبوية يدرك حكمة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عدد كبير من النساء،
ونحن في سياق فهم منحرف عند الآخرين الذين لا يفهمون حضارتنا ولا طبيعتنا. كان يصنع الحضارة، أي عليه الصلاة والسلام، أقصد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصنع الحضارة الإسلامية، وكان يصنع هذا التاريخ الذي نحن نعيشه الآن. لأن الزواج ليس فعلا عاديا وحسب، ذلك فعل البهائم، مستوى البهائم، يعني يتزوجون من أجل الاستمرار حتى لا ينقطع نسل الكائن الحي، يتزوج من الطيور والبهائم والأسماك والنبات وأهل المجرى. لكن الإنسان شيء آخر، الإنسان عنده هذا المعنى لكنه مقصود بالتبع، مقصود بالتبع، بل المعنى الأعمق معنى تعبدي. ولذلك علماء مقاصد الشريعة ترددوا في لفظ النسلي والعرضي من الضروريات الخمس، واللفظ أو المصطلح الأعمق دلالة هو العرض، يعني ما يسمى الضروريات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. كثير منهم لا يستعملون لفظ النسل ويستعملون لفظ العرض، لأن العرض مفهوم معنوي مجرد تعبدي، أما النسل فهو الجانب البيولوجي، وهو مقصود لكن المقصود بالتبع، والمقصود الأصيل هو العرض. والعرض ليس بالمعنى أيضا العامي المتداول، لأن احنا نستعمل هذا اللفظ ديال العرض ولكن بمعنى عادي، لا، العرض معنى تعبدي. ولذلك يحد في الإسلام من انتهك الأعراض، العرض معنى مقدس، العرض هو الرحم، والرحم تتقى كما يتقى الله جل وعلا بالنص القرآني، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كيف تتقى الرحم؟ تتقى الرحم أي بإعطائها حقها الذي أعطاه الله جل وعلا من تقديس والتبجيل والرعاية وصلا واحتراما وحفظا لحدودها، ولها حدود، الرحم لها حدود، لا تصنع هكذا بصورة عبثية. وليس كل يعني اجتماع بين ذكر وأنثى يسمى زواجا في الإسلام، بل لا بد من عقد شرعي، وهذا العقد الشرعي هو معنى وإحساس. وهذا مع الأسف من الأشياء التي ضاعت لدى الناس، يعني كثير من الناس يتصور العقد هو ذيك الورقة اللي يعطي العدل، أبدا، إنما ذلك توثيق العقد، مش العقد هذا هو توثيق للعقد. أما العقد فإنما هو ما وقع في مجلس العقد من الإيجاب والقبول وتوافق الإرادتين على عبادة الله بهذا الفعل. وإلا فما الفرق بين الزنا والزواج من ناحية البيولوجية؟ لا فرق إطلاقا، ابن الزنا والابن الشرعي لا فرق بينهما بيولوجيا، بينما من الناحية الشرعية فرقون، كما بين السماء والأرض، فرق ما بين العبادة والمعصية، فرق ما بين النار والجنة. فلهذا إذن المولى إدريس الأول حينما دخل المغرب وتزوج من امرأة مغربية صنع الرحم التي ستتقى وسيعبد الله بها، كما يعبد بالصلاة والزكاة والصيام والحج وما تفرع عن هذه وتلك من الأعمال التعبدية. وهذه إشارة تاريخية عميقة جدا جدا، وصنع الدم المغربي الذي هو عبارة عن سهر لثقافات متعددة ولغات مختلفة وفهوم كثيرة في سياق واحد، هو عبادة الله جل وعلا بهذا الفعل البشري في الأرض. وتكون الإنسان المغربي منذ ذلك التاريخ إلى الآن، وصنعت الرحم الوطنية المشتركة، رحم، فكان ما يسمى اليوم بالمغاربة، المواطنة، مشاركون ليس في أرض بل في رحم يعبد الله بها، مشاركون أو مشتركون في أحاسيس، في مشاعر، في أعراف رسخت عبر التاريخ، أعراف الخير حفظناها أو انتهكناها أو اخترناها هذا شيء آخر،
لكن نعرف أن هذا حق وأن هذا باطل وأن هذا هو الذي كان وينبغي أن يكون وأن هذا إنما هو اختلق ولا يجوز أن يكون. أعرف الخير وأعرف الشر صنعت بهذا المنهج. فهذه الرحم التاريخية الوطنية المشتركة التي أسسها المولى إدريس في يعني استمرت عبر دول المغرب المتعاقبة إلى اليوم، استمرت بشكل يجعلها تتعمق وتتشعب لتشمل كل الألوان وكل الأشكال تماما كما هي تلك الفسيفساء التي تكون أشكال هندسية شتى وألوان مختلفة فتركب في صيغة جمالية متآلفة، هي مختلفة شكلا لكنها متآلفة مضمونا لأنها تعطي صورة واحدة جميلة. هكذا كان التاريخ وهكذا لا يزال، وهذا هو الوطن في حقيقة الأمر. هذه الأعراف التي رسخت هذه المفاهيم، هذا الإنسان وليد هذه الحضارة، وليد هذا الفعل التاريخي العجيب المؤصل في الدين في القرآن وفي السنة النبوية، هو الإنسان المغربي عبر التاريخ وإلى الآن بتميزه وبأحاسيسه وبمواجيده أيضا. وهنا يتجلى الجانب التعبدي بعمق، كيف أن الإنسان حينما يمارس المواطنة يكون يعبد الله حقا. ونعود إلى مفهوم الرحم هذه في صورتها الجزئية الأسرية الصغرى لنخلصها بعد ذلك إلى معناها الكلي الوطني. الرحم إذا تأملتها من خؤولة وعمومة وأبوة وأمومة وبنوة وهل مجرى، يعني الأسرة أصولها وفروعها ما هي إلا علاقات، علاقات يعني علاقات تبدأ بعلاقة الزواج أولا بالمعنى الذي قلنا، أي أنها علاقة يعني تأسست على معنى تعبدي نقلت فعل العادة إلى فعل العبادة. فعل العادة أي عادة الإنسان أن يتزوج مسلما كان أو كافرا كعادة الكائن الحي كما ذكرنا قبل، حيوانات البهائم الطيور النبات كل شيء، فهذه عادة الله في الخلق، الإنسان ينقلها من طور العادة إلى رتبة العبادة، وهذا هو المأمور به شرعا حينما نجعل العقد عقدا شرعيا، أي فعلا. ما معنى عقد شرعي؟ أي أنه فعل تعبدي، وإلا فما الفرق في هذا بين الحلال والحرام؟ إنما هو القصد أننا نقصد أن نعبد الله بهذا الفعل، واشترط الله جل وعلا لعبادته شروطا يعني كالصداق والإيجاب والقبول وغير ذلك من أركان العقد، هذه شروط لتميز فعل العبادة عن فعل العادة. والأساس من ذلك أساس الأسس ما وقر في القلب، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك أهم ركن في حقيقة الأمر في جميع العقود وليس في عقد الزواج وحسب توافق الإرادتين أي التراضي، هذا هو الأهم، لكن لابد أن يتركب عليه الأركان الأخرى لأن الركن ركن، لكن يعني ركن الأركان الرضا. والرضا ما المقصود بالرضا هنا؟ ليس أنه يرضى بفلانة وترضى بفلان، لا، هذا فرع عن الرضا الأصلي، أي أنني أرضى أن أدخل في هذه العلاقة عابدا لله. وإلا فالزناة أيضا يتراضون، لا يقع الزنا بالإكراه، إذا وقع بالإكراه فهو الغصب وليس الزنا وعقوبته أخرى، فهناك التراضي أيضا. لكن هذا التراضي الذي أعنيه هنا يعني توافق الإرادتين على عبادة الله بهذا الفعل، وهذا هو في حقيقة الأمر الذي ينقل الفعل من العادة إلى العبادة ويصنع الرحم التي قدسها الله جل وعلا وجعل لها ما جعل من حقوق عظمى وربطها سبحانه وتعالى بعبادته، شيء عظيم جدا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام في سياق غاية الخلق، وهذا أيضا يعمق المعنى
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، صياغ غاية الخلق، من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني يهيئ لي الكلام عن 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 الرحم، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، صنع النسل البشري وجعل أساس ذلك جميعا هو عبادة الله تقوى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هو الأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فكيف نعبد الله بالرحيم؟ وما الرحيم؟ الرحيم ليست يعني شيئا ماديا، صحيح في الأصل هي يعني ذلك الغشاء العضلي الذي يحتضن الجنين، لكن أبدا ليس هذا هو المقصود من الآية. اللفظ هنا تطور، تطورت دلالته أو انتقلت بالأحرى دلالته من المعنى اللغوي العادي للدلالة على معنى تعبدي مجرد ليس ماديا. وإلا كيف يعني إنسان يتقي، يتقي الرحم التي في بطن المرأة؟ ما معنى له إطلاقا. وإنما الرحم هنا بمعنى العلاقات المقدسة والتعبدية التي تربط أفراد الأسرة فيما بينهم. يعني إذا كان لك أب فالأبوة هي الرحم، والأم الأمومة هي الرحم. هذه العلاقة بينك وبين أمك، بينك وبين أبيك، بينك وبين عمك العمومة، وبينك وبين خالك أو خالتك الخؤولة، هذه هي الرحم. فالرحم علاقات، والعلاقات ينبغي أن تتقى. كيف تتقى؟ بوصلها. ولذلك ندد ونعى على الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. لكن ما صلة الرحم؟ ليست صلة يعني فقط هي مجرد زيارة، بل هي أعمق من ذلك بكثير. إذا كنت تزور يعني خالك أو أباك وتؤذيه، فإذا ما فائدة الزيارة؟ أو يعني لا تحبه، ما فائدة الزيارة إذن؟ فإذن هي نوع من إحساس الشعور أن هذا الأب وأن هذه الأم وأن هذه العمة وأن هذه الخالة أو العم والخال له حق علي، يجب أن أرعاه وأن أعبد الله به. ما هذا الحق؟ هو أن هذا المعنى، المعنى الذي يربطني به معنى مقدس يجب أن أحفظه وأن أرعاه. ولذلك كانت الأسرة، الأسرة في الإسلام أقوى أساس تنبني عليه المجتمعات، لأن الأسرة إنما هي عبارة عن علاقات تعبدية، علاقات تعبدية. ولذلك ابن الزنا لا ينسب لأبيه رغم أنه أبوه من ناحية البيولوجية، لا يلحقه لا نسبا ولا إرثا ولا 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 آخر، رغم أنه يعني العلاقة البيولوجية طبيعية بين قوسين، لكنها ليست شرعية، أي لا يجوز أن يعبد الله جل وعلا بالخبيث بالمنكر، يعبد بالمعروف لتعارف. فلم يحصل ذلك الابن أو ذلك الناتج، لم يحصل عن طريق التعارف بمعناه القرآني الشرعي، ولم يكن الفعل الذي نتج عنه طيبا بل كان خبيثا. فهذه العلاقات المقدسة هي المعنى الأعظم في مفهوم الأسرة. فإذا وصلت الرحمة أي حفظت معناها وحدودها وقدرتها محبة ورعاية وخدمة، فكأنما أنت في محراب الصلاة تصلي، كأنما في محراب الصلاة تصلي. فيرتبط ذلك الفعل بإحساسك الوجداني، وهو شيء عميق جدا لا يستطيع الإنسان إذا شعر به وأحس به وتذوقه لا يستطيع أن ينقضه، لا يستطيع أن ينقضه. كما أنك إذا تصوم رمضان لا تستطيع أن تفطر نهاره ولو غلقت عليك الأبواب، لا تستطيع، لأن رمضان عبارة عن عقد أيضا
بينك وبين ربك، وهو عقد وقع في القلب وصدقه فعلك بالانقطاع عن الأكل والشرب وكل ما يخرم صيامك. فمن يلزمك بالصوم إذن؟ إحساس داخلي، شعور، تجد أنك بهذا تحقق ذاتك عبدا بين يدي الله جل وعلا. وكذلك حينما تستند إلى علاقة أمك أو أبيك أو أخيك أو أختك أو أبنائك أو كل أصولك وفروعك، تشعر بنوع من الدفء والسكينة والراحة تماما، كما يشعر الإنسان بالسكينة والراحة حينما يسجد لله أو حينما يسبح الله. تلك الراحة العجيبة حقيقة فعلا التي يشعر بها المؤمن وهو يعبد. أرحنا بها يا بلال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد راحته ولذته في الصلاة كما في الحديث الصحيح، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين هي كناية عربية تدل على السكينة، السكينة، فاستعملت في الولد قرة عين لي ولك لا تقتل، لأن الإنسان في الأصل يسكن إلى أبنائه ويرتاح. الإنسان إذا تزوج ولم يرزقه الله الولد يعني قد يعيش نوعا من الحيرة، فتبقى عينه يعني تبحث، يعني الإنسان الحائر يعني تبقى عينه غير مستقرة. والعين حينما لا تستقر إنما هي دلالة على عدم استقرار القلب، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني على نوع من البحث في أو على نوع من البحث قبل شرع القبلة إلى مكة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكانت يعني عينه حائرة يبحث عن يعني الملاك ينزل يخبره بأن القبلة هي مكة، كان يتمنى ذلك عليه الصلاة والسلام. فالعين يعني قد نرى تقلب عينك، العين يعني لا تقر. فكذلك الإنسان الذي يعني في غالب الأمر، ليس دائما ولكن في غالب العادة البشرية، أنه إذا لم يرزق الولد يعني يشعر بنوع من الحيرة، يريد أن يبقى نسله في الأرض، فيحتاج إلى أن تقر عينه بشيء. حتى إذا رزق الولد ذكر كان أنثى قرت عينه، يعني تلك الحيرة والبحث والترقب لا يبقى، فكأن العين هو تعبير مادي حسي عما في القلب، كأن العين تستقر على هذا الذي ولد له من ذكر وأنثى، ويعني يرتاح إلى ويطمئن، فلا تبقى عينه حائرة هكذا وهكذا، بل ينظر تسكن إلى هذا المولود، ترتاح له، تستقر عليه، قرة عين لي ولك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قرة عينه صلاته، وليس الولد ذكرا كلا أنثى، إنما ترتاح مواجده وتستقر سريرته حينما يكبر لله جل وعلا مصليا عابدا وخاشعا، يستقر ويرتاح ويجد سكينته. فكذلك الإنسان في معنى الرحم سكينة، سكينة. والإنسان يسكن إلى زوجه كما أن الزوجة تسكن إلى زوجها، سكينة. هذا التساكن إنما هو في حقيقة أمره شعور بالدفء التعبدي، لأن الله آذن لك أولا في هذه العلاقة وجعلها لك عبادة، وكان يمكن أن يحرمها، كان ممكن في قدر الله، يعني الله جل وعلا على كل شيء قدير، فإنما أنعم علينا بأن أباح لنا أن نتزوج وأمرنا أن نتزوج، فهذه نعمة في حد ذاتها. ثم ارتب عليها أجرا كما تعلمون في الحديث الصحيح، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أويأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال نعم. أرأيت إن وضعها في حرام ألا يكون عليه بذلك وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في حلال. فأنت حينما تسكن إلى زوجك أو تسكن إلى زوجها، يعني هذه السكينة أصلها أننا نشعر ونتلذذ بإذن الله لنا في الزواج، كما يشعر المؤمن بشرب الماء على العطش، يشعر باللذة والمتعة، لأن الله أنعم عليك بهذا الماء، إذن إلهي في أن تتنعم، شيء عظيم، وهو في صلب العبادة. وفرق كبير بين هذا الإحساس وبين الإنسان الذي يشرب الماء شرب البهائم لا عبادة،
ولذلك لذته لا تكون روحية، تكون مادية حسية ميتة. ولذلك قلت غير ما مر، أذواق من يتذوق الحياة، الحياة الدنيا المسلم إذا وعى ما الإسلام وتذوق ما الإيمان، ليشعر بجماليات الحياة فعلا في كل أشكالها ومباهجها. إنما هو المؤمن لأنه يشعر فعلا، بل يربط كل الأشياء بهذا المعنى الأصلي الذي هو معنى العبادة. وربط الرحم بأصلها التعبد واضح جدا وقوي جدا. ولذلك أنا وأنت حينما نصل رحمنا شكلا نشعر بنوع من الراحة الروحية العالية باطنا. تذهب إلى عمك أو عمتك أو خالك أو أبيك أو أمك في مكان بعيد، تقطع كيلومترات ربما مئات أو آلاف الكيلومترات لتصل، فإذا وصلت يعني ولو لدقائق تشعر بنوع من الراحة عجيب. أرحنا بها يا بلال، كأنما دخلت في الصلاة، لأنك تستجيب لأمر تعبدي. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لذلك ليس عبثا أن يجعل الله جل وعلا الزواج عبادة، وفي شروط معينة تنقله من العادة إلى العبادة. ولذلك قلنا بأن أمتن شيء في المجتمع الأسرة، لأنها ممارسة تعبدية لا يمكن أبدا أن نخرجها عن طورها التعبدي. إذا خرجت انتهى مفهوم المجتمع في الإسلام، وانتهى مفهوم المواطنة، وانتهى مفهوم المواطنة. المواطنة في بيئتنا وبلادنا وحضارتنا إنما تبتدئ بهذا الأصل، فلو لم يكن لن ينبني عليه شيء إطلاقا. ولذلك قلت إدريس الأول حينما تزوج كان يؤسس هذا المعنى لهذا الوطن. فاشترك الدم في البيئة شعوبا وقبائل، وجعلناكم شعوبا وقبائل، وتناسلت وتداخلت العلاقات. ولو تأملت سبحان الله العظيم هذا شيء نتأمله جميعا، يعني تجد أن القبائل المغربية متداخلة، وتكتشف هذا ابن عمك وابن ابن عمك، لأننا لا نستطيع أن نستوعب السلسلة نقف، هذا هو السبب. وإلا ستجد البيئة كلها لك رحم، تجدها كلها لك رحما، وهذه الرحمة الوطنية الكبرى، هذا بني فلان وهذا بني فلان وهذا أخوال هذا وهذا ابن عماد، يعني شبكة واحدة. ودرس إن شئت البيئة الجغرافية البشرية المغربية، تجد عجبا، تجد عجبا، أسرة واحدة في نهاية المطاف، بيئة واحدة في نهاية المطاف، رحم، هذا هكذا نسمي رحم وطنية مشتركة. لكن ما عندناش القدرة دابا غير الأسرة ديالك، يعني بوحدة تبارك الله لما كتكون بعض الأحيان أسرة كبيرة جدا لا تستطيع استيعابها، فتقف عند واحد الحد معين، وتعلم أن هذا يرتبط بذاك بعلاقة، وقد تلتقي به مرة واحدة في حياتك، وقد لا تلتقي به فقط تسمع به أنه قريب قريب قريبك. ولكن نظرا لي يعني كثرة الأفراد ما شاء الله في بعض الأسر لا يستطيعون استيعاب كل شيء، لا يستطيعون. فلو تعديت هذا المنطق إلى يعني وتتبعته كالمتواليات ستجد البلاد كلها هكذا شبكة واحدة. ولذلك سبحان الله العظيم عندنا واحد الإحساس مغاربة يخرجوا خارج البلاد واخا ما تعرفوش أنت من الشمال ومن الجنوب ولا واحد من 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 مدينة واحد من مدينة، نخرجوا خارج الوطن في الغرب أو الشرق كيتلاقوا مغاربة بيناتهم كيتحنوا، يعني لما ما السر في ذلك؟ مسألة نفسية، التعارف، التعارف لتعارفوا، يعني تجد أن بينك وبينه قواسم مشتركة. ما هي؟ هو هذا، هو هذا، تشعر أن دمك يسري في دمه، أن إحساسك يعني ينبض بقلبه، أنه يتكلم بنفس الألفاظ الدالة على نفس المفاهيم. رأى اللغة ماشي سهلة، اللغة لها مرجعية نفسية، لما نتكلموا بالعامية ديالنا المغربية فيعني هذا الكلام هذا يحمل ثقافة ومواجيد وأحاسيس. اللغة لا تكون يعني شكلية، ليست للتواصل يعني المفهوم اللفظي فقط، لا أبدا، بل هي أيضا للتواصل النفسي. ولذلك تشعر كأنك التقيت أخا لك، لما تكون في المهجر وتلقى المغربي كأنك التقيت أخا لك. علاش هنا ما كتحسش بذاك الإحساس؟ لأنه مكتر الحمد لله، لا أقل ولا أكثر، فتنتقل أنا إذن إلى الأقرب في الأقرب وهكذا.
بهذه الأصول التاريخية الإسلامية. نفسي كل سميت الدين لا معنى للرحم إلا يعني بالتأصيل الديني، لا معنى للتعارف كما بينا إلا بالمفهوم القرآني السني، التعارف على الخير. وما الخير؟ الله هو الذي يحدده. يعني كل أمهات الفضائل، كل أمهات الرذائل محددة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني مفهوم الخير ماشي بذوقي، يجي واحد يعني بالذوق ديالو بالقنا ديالو يحدد مفهوم الخير، لا أبدا، بل الخير يحدده الله جل وعلا، وكذلك الشر أي المعروف والمنكر. وإلا إذا لو ترك ذلك للأذواق البشرية لصارت فوضى. يعني كاين والعياذ بالله في بلاد أخرى يعني ينظرون إلى الشذوذ الجنسي مثلا على أنه شيء طبيعي، والزنا كما تسمعون في بعض الألفاظ المتداولة شيء طبيعي. فإذن هذا ما يسمى بالعقل المجرد المبني على الذوق البشري المحض. ولذلك الخير إنما يحدده الله، ما سماه الله خيرا فهو الخير، وما سماه شرا فهو الشر. ومطلب منا أن نأخذ مفاهيم الخير من القرآن والسنة أي من الإسلام فنتعارف عليها، أي نصيرها سلوكا نتعارف عليه لتعارف، ونأخذ أيضا مفاهيم الشر كل المنهيات، النهي عن الزنا والنهي عن الخمر والنهي عن الربا والنهي عن السرقة والغش مما ورد في القرآن والسنة. فيعني نؤسس معروفا سلبيا أي أن نتناكر عليها فتكون منكرا. إذا وجد هذا الإنسان ولا يكون فرضا الإنسان بمعنى الجنس البشري جنس، يعني إذا وجد هذا الإنسان بهذه الشاكلة شعوبا وقبائل وتعارف وتركب ورحما وكذا في أرض معينة جمعته، سيتأثر بتلك البيئة بأنهارها بأشجارها بغدرانها. والبيئة الجغرافية لها تأثير على الطباع واضح جدا لمن أراد أن يسير في الأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ستتعجب. يعني مما هو معروف، يعني هذا باب واسع جدا لكن أشير إلى جانب فقهي فيه. معروف لدى الفقهاء أن العلم إذا انتقل من بلد إلى بلد، تكلموا هنا عن العلم الشرعي يعني معنى الفقه، إذا انتقل من بلد إلى بلد حدثت عليه تغييرات ليست كلية ولكن في كثير من الجوانب التنزيلية التحقيقية الجانب التطبيقي. يعني معروف في فقه الإمام الشافعي مثلا عنده واحد جوج المصطلحات يقول الفقهاء الشافعية، قال الشافعي في القديم وقال في الجديد. القديم حينما كان في العراق وفي الشام، والجديد حينما دخل مصر. ما الذي تبدل عند الشافعي؟ تبدل الرحلة، هذا الذي تبدل. تبدل أنه كان يتحدث من بيئة ما بعد البحر الأحمر، وصار يتحدث في بيئة ما قبل البحر الأحمر التي هي مصر. هذا الأمر حدث أيضا في مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه، الذي هو مذهب المغاربة منذ التاريخ القديم. فكان مالك إذا جاءه سائل يسأله في نازلة أو فتوى، إذا كانت تتعلق بأمر تحقيقي تطبيقي تنزيلي شيء حاجة اللي غتطبق في الأرض سمونه في اصطلاح تحقيق المناط، يسأله ممن أنت؟ من جيش من بلد؟ ويسأله عن أعراف البلد في مجموعة من الأشياء ليكيف الفتوى على ما يناسب الإنسان في تلك البيئة الجغرافية. ولهذا معروف جدا أن فقهاء المغرب والأندلس خالفوا الإمام مالك في كثير من النوازل وكثير من الفروع، رغم أنهم على مذهبه في الأصول، يعني الأصول الاجتهادية على مذهبه، لكن في تطبيق وتنزيل كثير من الأحكام المغاربة صنعوا مذهب مالكي خاص. علاش؟ لأن البيئة مختلفة والبيئة لها تأثير. المعطيات الجغرافية المعطيات البيئية تؤثر على الإنسان من حيث ضروراته من حيث ثقافته من حيث كثير من الأمور. ولو يعني الجانب النفسي الدقيق، فرق كبير بين إنسان يعيش بين الأنهار والغدران والأشجار وبين إنسان يعيش في صحراء فسيحة قاحلة على المستوى النفسي.
تتكون نفسية خاصة لهذا ونفسية خاصة لذاك. ولهذا إذن يعني وجود المعطيات السابق ذكرها في بيئة بهذه الحدود الجغرافية التاريخية أيضا منذ القديم إلى الآن أعطى نكهة خاصة للإنسان المواطن المغربي المتعارف الذي تعارف على هذه المفاهيم وهذه القيم والتي صارت هي المواطنة. ثم شيء آخر ضمن هذا على المستوى السياسي، حينما دخل المولى إدريس إلى المغرب بوع ملكا على المغرب. نتساءل لماذا؟ يعني اش كان فيه زيد على المغاربة الأصليين؟ يعني شيء واحد هو أنه حفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام الرحم، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم، وهذه الرحم متميزة بكونها تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى آل البيت. ومعلوم أننا نصلي ونسلم في صلاتنا وفي أذكارنا على آل البيت، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. فإضافة إلى أنها رحم لكنها رحم متميزة من آل البيت، طلب منا توقيرها وتعظيمها والصلاة والسلام عليها، فنحن نعبد الله بها بصورة أعلى وأرقى من الرحم العادية. وهذا راح حدث مش عادي حقيقي، يعني لا أعرف أن مثله قد حدث في بلد آخر. ولذلك يعني كتبت في بعض المقالات أن حب المغاربة للنبي صلى الله عليه وسلم متميز. صحيح المسلمين كاملين كيحبوا سيدنا محمد، المغاربة عندهم خصوص حقيقة، يعني تنازل المغاربة عن الدنيا جميعا، تعطيه الملك معناتها شنو، واحد يعني ينزاح عن كرسي عن عرش مملكة هي عبد الحميد الأورابي لشخص غريب ما عندوش حتى دليل على أنه هو ما عندوش، ولكن يعني تصديق قلبي وجداني غريب جدا حقيقة، ويعطيه الدنيا كلها. أنا ما الملك، الدنيا جميعها، أعطاه كل دنياه. وحدثت الحادثة التي تعلمون بحيث قتل غدرا بالسم ورعى المغاربة، هذا من أعجاب العجاب، رعى المغاربة في ظروف تاريخية مختلفة، رعوا جنينا لا يدرون أذكرا سيكون أم أنثى، ما كاينش يعني الكشافات الكهربائية مش يعرفوا ديك اللحظة، 19 منتظرون وعلى مهل وعلى صبرين عجيب، حتى إذا ولد وكان ذكر صبروا صبرا آخر، طفل رضيع ينتظرونه ليكبر ويشب ليكون ملكا للبلاد. شيء غريب حقيقة. قلت المسلمون يحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمغاربة لهم ذوق خاص. مما أيضا رسخ هذا أن المغرب يأتي على حدود العالم الإسلامي الغربية بعيد عن المشرقي وعن قبر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن المشرق الأصلي لنور الإسلام، وهذا موجود في الأدب المغربي القديم اللي يدرس الشعر الأندلسي والشعر المغربي يجد تباريح الشوق لدى المغاربة في قصائدهم وأزجارهم، وهم يطوون الرحلة والمهالك، كانوا يموتون قبل أن يصلوا إلى الحج، يعني بحيث الحج كثير يعني علماء كثير عبروا حينما يعني ذهبوا إلى الحج، يعني الناس كانوا يبكون من أشياء لطيفة، يعني تقرأ هذا أدب الرحلة الحج شيء غريب جدا، إذا ودعوا الحج بكوا، يعني كيتصوروا بأنه يعني واحد نسبة مئوية عالية أنه ما يرجعش سيموت قبل أن يصل أو بعد أن يقتل راجعا، لأنه الطريق فيها قطع طرق لم يكن يوضع آمنا كما اليوم، يعني كانت مشاكل كثيرة جدا، تقطع طرق، تقع حروب، اختطاف، يعني مصائب تقع، وآلاف الأميال من هنا إلى مكة والحجاز، ثم يعني كانت معابر البحر، ما كانت الوسائل أي لم تكن الوسائل متطورة، كثير ما كان يغرق الناس في البحار، الوسائل كانت ضعيفة جدا. هذا كان يعمر قلوب المغاربة بشوق عظيم إلى رسول الله، لأنهم يشعرون بنوع من الحرمان
من التبرك بالأراضي المقدسة هنالك. حتى إن بعضهم كما معروف في الفتاوى المغربية الأندلسية القديمة يعني أفتى بسقوط فريضة الحج على المغاربة لما يتعلق بها من أخطار، اختاروا أهوال ووجدوا بالإحصاء والاستقراء أن الناس لا يرجعون، يموتون، يرجعوا القليل. فلذلك حينما يأتي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب شيء عظيم هذا عند المغاربة، فأعطوه الدنيا كلها من أجل أن يربحوا الدين، لا أقل ولا أكثر، من أجل أن يربحوا الدين. فحقيقة البيعة بدأت هكذا شعورا تعبديا كما الرحم لا فرق. واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام، أيضا المغاربة كانوا يعبدون الله بهذا المعنى، وهو أصيل في كتاب الله وسنة رسول الله بما لا يحتاج إلى استدلال. وبني على معنى البيعة حماية الملة والدين، ولذلك نسمي في دستورنا أن ملك البلاد الذي هو حاليا أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله ونصره حامي حمى الملة والدين، حامي حمى الملة والدين. فمفهوم البيعة إذن عقد بين المغاربة وملكهم على السمع والطاعة في ظل هذا المعنى، بأن يتولى هو حفظ هذا الأصل الذي هو المواطنة، مفاهيم تعبدية التي بها كنا وعليها نشأنا وعليها يجب أن نبقى وأن نكون. فحينما نؤصل هذه المعاني في أصولها الثلاثة كما ذكرت في بداية الكلام، الله، الوطن، الملك، يتبين أن الإطار الجامع لكل شيء هو الإسلام، وأنه الذي يفسر هذه المعطيات جميعا، وأنه يرجع بالإنسان المغربي إلى عبادة الله ابتداء وانتهاء، من تأسيس الرحم الأولى إلى الرحم الوطنية المشتركة إلى الأعراف أو المعروف الشامل الجامع، إلى ما يحفظ ذلك جميعا ويضمن استمراره الذي هو البيعة. نعبد الله بذلك كله فنمارس المواطنة، ومن خرم ذلك خرم المواطنة، يعني انتهك معنى من هذه المعاني السالفة، ليس مواطنا وليس يواطن مواطنة، بل إنما يخون. ولذلك قلت غير ما مرة بأنه لا فرق عندي بين التربية الإسلامية والتربية الوطنية، هذا فصل سيء بكل صراحة. درس التربية الوطنية هو عين درس التربية الإسلامية، ومنهجيا وتربويا لا يجوز التمييز بينهما، لأنهما في بيئتنا شيء واحد. بعض الأحيان كان تأثروا بالمفاهيم الأخرى اللي عند الجهة الأخرى، عندهم التربية الدينية بوحدة وعندهم التربية الوطنية بوحدة، لأن الدين لا يؤثر شيئا عنده، لا يؤثر لا بيئة ولا حضارة ولا ولا ولا, ولا, ولا رحما، لا شيء يؤثر الدين عنده، لا، الدين عندنا شيء آخر يؤثر الإنسان والتراب والحجر والشجر والماء والهواء. وحينما نربي التربية الإسلامية فإننا نربي التربية الوطنية تلقائيا. لذلك أقول إذن في نهاية هذه الكلمات بأننا فعلا في حاجة إلى إعادة درس الوطنية، لأننا حينما نعيد درس الوطنية والمواطنة فإننا نعيد ونجدد العهد بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.